بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبتصل لحد الضباب على بعض الأماكن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا ان حضرتك قلت لنا امبارح انه احنا بنتعرض لمرتفع جوي يعني بيرفع في درجات الحراره بالنهار شويه زياده. هو بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه كان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكان بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، ويمكن ده مكمل معانا اليوم وخاصه في المناطق الشماليه السواحل الشماليه او الوجه البحري او القاهره الكبرى، مستمر معانا درجات الحراره الاعلى من المعدلات الطبيعيه لها في نفس هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم عظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 31 درجه مئويه، فبالتالي هيستمر معانا الطقس طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط طقس حار على المناطق الموجوده في سيناء وشمال الصعيد، طقس شديد الحراره على جنوب الصعيد. ده هيكون خلال فترات النهار لان كمان المناطق الجنوبيه بتتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، العظمى على المناطق الجنوبيه اللي هي في الاقصر واسوان بتوصل ل 39 درجه مئويه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل تدريجي، لكن الانخفاض ده بيكون محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر اللي هي اوقات الفجر وفتره الصباح الباكر الصغرى، فتره الليل بتنخفض من ما بين 20 و22 درجه مئويه في المناطق الشماليه، وخاصه كمان المدن الجديده الاماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير اجواءها اجواء مائله للبروده في معظم المناطق الشمالية. كمان اليوم طبعا في استمرار لتكون الشبورة المائية الكثيفة اللي بتوصل أحيانا لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤية الأفقية بيوصل لأقل من 1000 متر في بعض الأماكن، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. وبتتلاشى الشبورة المائية مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7 8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في الاختفاء بشكل تدريجي، وبتبدأ الرؤية الأفقية تدريجيا بتتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان كميات الامطار تزيد وتبدا المناطق الجنوبيه تتاثر اكثر بامتداد منخفض السودان الموسمي مع كتل هوائيه رطبه من على البحر الاحمر، فبالتالي هيكون في كميات امطار ازيد من الايام الماضيه على ثلاث جبال. هل هي هتاثر على حركتنا اليوميه او اعمالنا؟ ان شاء الله ما تاثرش على حركه الاعمال الانشطه اليوميه لو احنا خدنا احتياطاتنا بالشكل الكبير، لان كميات الامطار هي امطار متوسطه ممكن تكون رعديه احيانا على بعض الاماكن الموجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر وبعض الاماكن الموجوده في جنوب سيناء، ونتيجه طبعا الطبيعه الجبليه والجغرافيه في المناطق دي واستمراريه سقوط الامطار ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول، فمتوقع ان ممكن توصل يعني في سيول تظهر في بعض الاماكن الموجوده في سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر. وطبعا الامطار بتبقى على فترات متقطعه من اليوم، الامطار كمان هتمتد لبعض الاماكن الموجوده في محافظات جنوب الصعيد، امطار خفيفه الى متوسطه ممكن تكون رعديه احيانا بعض المناطق كمان من خليج السويس، وفي فرص ضعيفه لامطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى اليوم. المناطق الشماليه كلها ما فيش اي تاثير منها على اعمال الانشطه اليوميه بالنسبه لسقوط الامطار، بس لازم المناطق اللي هيكون عندها سيول زي سلاسل جبال البحر الاحمر وبعض المناطق من سيناء لازم ناخد حذرنا بشكل كبير، واهم حذر طبعا اثناء سقوط الامطار نتجنب الطرق اللي جنبها مخرجات سيول. مهم كمان ان احنا اثناء سقوط الامطار لان الامطار دي هتكون امطار رعديه هيكون معاها رياح هابطه هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فمهم جدا يعني هتزود سرعات الرياح فبالتالي هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. سرعه الرياح كام يا فندم النهارده؟
هي سرعات الرياح اليوم معتدله في معظم محافظات الجمهوريه، يعني سرعات الرياح مش عاليه، لا تتجاوز ال 30 كيلو متر على الساعه، لكن اثناء سقوط الامطار او قبل سقوط الامطار مباشره مع السحب الرعديه بيبقى في رياح هابطه بتزود سرعات الرياح بشكل كبير، فعشان كده احنا بنقول هي في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المناطق، لكن اثناء سقوط الامطار مع السحب الرعديه هيكون في سرعات رياح عاليه، سرعات الرياح ممكن تتجاوز 40 و50 كيلو متر على الساعه مع سقوط الامطار، فعشان كده مهم جدا اثناء سقوط الامطار نبتعد عن اعمده الاناره، اشياك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه بتبقى موجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، القياده تبقى بهدوء تام على اغلب الطرق، وزي ما قلنا في الاول لازم نتجنب الطرق اللي جنبها مقرات سيول خاصه في سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم، رزناس، كمان يعني الغردقه وراس غارب، بعض المناطق اللي موجوده في سيناء، سانت كاترين ودهب وطابه، المناطق دي كلها لازم نخلي بالنا بشكل كبير. وطبعا بالنسبه للشبوره المائيه اكيد لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، وما زلنا في فرق في درجات الحراره بين النهار والليل لازم ناخد بالنا منه، وناخد بالنا من نوعيه الملابس. بالنسبه للامطار لسه مكمله معانا كمان غدا الاحد والاثنين ان شاء الله على المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء وجنوب الصعيد وخليج العقبه، فلازم ناخد بالنا من المحافظات بشكل كبير اللي هيبقى فيها سقوط امطار، لكن كمياتها هتبقى امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا. نشكرك شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 22 والعاصمة الإدارية 32-21، اسكندرية 29-21، العلمين الجديدة 29-21، مطروح 28-18، دمياط 29-22، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 33-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 29-22، كاترين 25-15، طابة 31-23، حلايب 31-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 35-24، الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 20، بني سويف 34-19، الوادي الجديد 38-21، أسيوط 35-18، سوهاج 36-20، قنا 37-24، الأقصر 38-24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمان أو شاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا